البنات مرحبا بكم معايا في فيديو جديد اليوم تاع تدابير منزليه. التدبيره الاولى اللي غادي نديروها راكم تشوفوا هذا البودان تاع الفخوماج اللي نديروه غابي باش نديروه في لي غراتان. هنا هنا كون نشرو كونتيتي كبيره نديروها في الفريجيدير من تحت كي يقعد مده طويله يقعد يدير لنا هنا في الخمار. ويلا قطعنا هكا دي مورسو درناه في الكونجيلاتور ومن نبغوا نسحقوا الرابو يقعد يتفتت ما يعطيناش ديك النتيجه تاع الفخوماج غابي. الوغ انا درت له هذه التدبيره نشري هكا مورسو كبير ولا نص بودان ونرابيه كاع ونقعد نستعمل لا كونتيتي اللي نبغيها نديرها في لي ساشي تاع الفريغو وندير واحد فوق واحد وندسهم في بورت مونجي نستحفظ بهم. مين نبغي ندير ان غراتان نجبدهم 10 مينوت ولا ان كاردور يقعدوا كيما هما تقولوا هداوين. شريته جديد. هذه تدبيره رائعه سيوها وتنجحوا فيها ان شاء الله. ونعطيكم تدبيره واحده اخرى دروك هنا من نقعدوا نرابو في الفخوماج كي نقعدوا غير نرابو كونتيتي كبيره الفرماج يلصق لنا هنايا بين هذا هذا الحي الرطبه. اما لهنا جبت لكم تدبيره ها هو بينسو راني طاليته بشويه زيت هكا نطليها هذا لاغاب تاعي باش كي نقعد ندير في الفخوماج نرجو نوصي معاكم شويه كونتيتي ومن بعد نكملها وحدي ونولي معاكم. ها هي ها هو ها هاك. ومن نقعدو نرابو في الفخوماج غابي تاعنا توجور ما ندوش ونردو خاطش يخرج لنا مفتت صغير هاك غير نهودو غير ندو كيما هاك وها مرسكش معانا هنا كاع الفخوماج غابي. ندير نكمل كاع الكونتيتي ونولي معاكم. هو الفخوماج غابي تبارك الله طانا كميه ما شاء الله كبيره علاه نشرو هذيك لا كونتيتي. هذاك البودا يا ربي شريته ب 30000 شو الكونتيتي اللي قطعها لي. الو ها وها شو كاع ديك لا كونتيتي شو لا راب راهي قاعده نقيه بديك التدبيره تاع الزيت مما نقطعوا ان مورسو رابو نعاودوا ننقوا بالبانسو فوتو عليه ونرابو به يقعد تقعد لنا لا راب نقيه. ها لي ساشي دروك انا شغادي ندير غادي نرفد هكا نرفد هكا مورسو باغ اكزومبل على حساب شنحتاج في الكغاتان كيما هاك ندير له هكا نخرج داك الهواء هكا نستر. غادي تقطع لي عدة بليزيوغ ساشي من هاد الكونتيتي كاع نخدمهم ونديرهم واحد فوق واحد فوق واحد وندير في الكونجيلاتور. انا هادي التجربة سييتها قعدت لي بليز دو دو موا وقاعد كيما هو ونديرها في البورت مونجي نبلع عليه في المدة تاع الاستعمال نجبده. ان شاء الله نكون فدتكم هاد التدبيرة الى تدبيرة اخرى ان شاء الله. تاعنا الثانية هي هذا هادو تدابير راني نقولكم ساهلين مي تحتاجوهم في حياتكم اليومية بزاف ويسهلوا لكم التعب. عندي هذه لا شابلور لا شابلور توجور كي تكون عندكم الخبز كونتيتي كبيرة قلوه في الفوغ علاه نقلوه باش كي نطحنوه يقعد معانا مدة طويلة وما ما يعطيناش هذيك البنة تاع تجي فيه ذيك البنة تاع استاذير من طول المدة. هنا هذا شابلور عادي انا نطحنه بلي كونتيتي كبيرة وندير اللي ما نسحقهاش نديره في بورت مونجي كبير ونديره في الكونجيلاتور يقعد على العام عادي ما يصرى له والو. واللي اللي نسحقه ندير هذا التجربه الاولى ونزيد الزوجه. ها هو عندنا شابلور عندي هذا التوابل هنا نتبله باش كي نسحق باغ اكزومبل ندير هذيك المعقوده على شابلور ولا نرمد حوت ولا ندير في الكفته ولا نجبد من هذه لا شابلور نتبله ما نديرش من السامبل. هنا عندي هذا الكركب عندي فله حمراء هذا سكنجبير هذا الثوم وهذا الفلفل ودرت شويه كمون نخلطهم كاع مع هذا الاخر والتتبيله على حساب لا كونتيتي اللي عندك نخلطهم كاع مليح 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 ونديرهم نخلط كاع هاد المكونات مليح ونديرهم في هذا في البقال تاع الزداج ونكتب باللي هذا باسكو كي غادي يتخلط المكونات ما غاديش يبان نكتب باللي هذا الخبز تاعنا المرحيم تبل كي من هاك نديره في هذه القاروره تاع الزداج ونعاود نوريكم
نورمال استاذ، غير بغيت نوريكم كي عمرتها والكونتيتي الاخرى ثاني معاها. هي التدبيره كملناها، ها هو ها علاه قلت لكم كتبوا باسكو ما تبانش لا ديفيرونس بزاف، كاين شي صوالح اللي ما يبغوش لا شابلور اللي يكون فيها لي زيبيس، ها هو ونبلعوهم كي من هكا. هذه نورمال ما نكتبوش فيها باسكو نعرفوها بلي خبز عادي، غير المتبل اللي نكتبوا فيه. ان شاء الله نكون فدتكم بهذه التدبيره الى تدبيره اخرى ان شاء الله. التدبيرة تاعنا الثالثة لنهار اليوم هي ها هما راكم تشوفوا هنا عنا علف تاع التمر. هادو العلف تاع التمر عندهم بزاف الفوائد، اليوم غادي ندو منهم في التدبيرة من هاد التدابير اللي نديروهم بالعلف تاع التمر. ها هو لايموهم، غسلوهم مليح، نشفوهم هكا في بلا في السمش، ونديروهم هنايا في بلارة هكا نبلعو عليهم ونخلوهم. ش هي الفايدة تاعهم؟ الفايدة تاعهم هي باغ اكزومبل عندنا اللحم، ديفوا اللحم يكون خشين ما يطيبش يدينا ساعات، اما لا على حساب لا كونتيتي. باغ اكزومبل الا كانت عندي كونتيتي كبيرة ندير هذا الكونتيتي هاكا نحطها الا كانت تاع مناسبة، وإلا حاجة صغيرة وما بغاش يطيب لنا ندو هاكا ربع حبات ولا صاي ديجا راهم نقيين مغسولين وناشفين، ندور بحبات ولا نحطوهم مع اللحم ونطيبوه. صدقوني هذه التجربه انا درتها ونجحت معايا، يطيب اللحم كيما حنا نقولوا بسيسه، يطيب لنا مليح مهما تكون كي نقولوا حنا الخشونيه تاعه، مهما يكون خشين يكون عاصي يكون، يطيب اللحم بهذا التدبيره تاع التمر. ان شاء الله نكون فدتكم بها الى تدبيره اخرى. التدبيره الرابعه والاخيره تاعنا تاع نهار اليوم هي الثوم. الثوم دي فوا تكون عندنا كونتيتي كبيره، اش غادي ندير؟ نقلع هذاك الراس اللي يجي من تحت بالخدمي، ونزيد ثاني نقلع منه شويه بالخدمي، ونديرها في تيتا واحد 2 مينوت 3 مينوت، نشللها بشويه ما دافي. الوغ كي نشلها بالما دافي هذيك هذيك القشره تاعها تكلي تطرى معنا وتنتزع بسهوله. ها هو ها هو الثوم هنا تاعنا، ها راه يتنقى معانا بسهوله. ها شوف القشره تاعها، ها هي بالخف انحلت ونستعملوه، خاطش علاش هذاك الماء اللي درناه تكلي نفخ لنا هذيك الجلفه. ها هو ها شوف بالخف، ها هي الجلفه تاعها تنقت فاسيلمون باش ما نضلوش معذبين معاه. وكان تدبيره واحده اخرى ثاني كيما شتوها منقيه كي من هاك، اللي عندهم الميكرووند يديروه في طبسي ويدخلوه بوغ 2 مينوت ولا 3 مينوت. علاش هذيك لافابور؟ علاه قلت لكم ديروه في المدافي اللي ما عندهش، هذيك لافابور تكلي القشره تنفخها وتبعدها على الحبه وتتنقى لنا بسهوله باش ننقوا كميه كبيره. ان شاء الله نكون فدتكم بهذا التدابير، ان شاء الله تستفادوا منهم. الى وصفات اخرى ان شاء الله، ما تنسوناش البنات بالدعم واللايك باش نزيدو نتشجعوا ونجيبو لكم افكار تسهل عليكم حياتكم.